في رأيك وفقا للترجيحات ستنتهي العملية الإسرائيلية على رفح خلال أسبوعين، على أي أساس يعني سيكون برأيك تقييم المرحلة الثانية؟ صباح الخير صباح النور. وتحياتي لكم. بالفعل الآن إسرائيل أمام مفترق طرق. العملية البرية التي شكلت المرحلة الأوسع والأطول خلال هذه الحرب، حرب الإبادة التي تشنها على قطاع غزة، عمليا تقترب من الوصول إلى نهايتها. وهذه الحرب الهدف منها هو السيطرة الكاملة أو إعادة احتلال كافة المناطق في قطاع غزة، وأيضا محاولة الوصول إلى الأسرى. وكان الافتراض أنه إذا احتلت كل المناطق هذا سيمكن إسرائيل من الوصول إلى الأسرى أو خلق ظروف تجعل إمكانية التفاوض من أجل استعادتهم ممكنة، وبالتالي الانتقال للمرحلة الثالثة بعد تحقيق على الأقل الهدف المتمثل بعد الأسرى. ولكن التعقيدات التي نشهدها الآن تذهب باتجاهين: باتجاه أنه هذه المرحلة تتزامن الآن مع تفجر جبهة إضافية وتوسعها في الشمال، وبالتالي هذا يعني يضع إسرائيل أمام تحدي جديد، وأيضا أنه مسألة استعادة الأسرى لم تتحقق بفعل القوة أو من خلال العمل العسكري، وبالتالي الآن هذا يضع مطالب المقاومة وحركة حماس بأن هذا الأمر مرهون بإنهاء المواجهة، وبالتالي عدم الانتقال للمرحلة الثالثة واستكمال أهداف الحرب. وهذه المرحلة هي الأطول، يفترض أن المرحلة الثالثة هي مرحلة التمشيط والتطهير واستبدال الحكم في غزة وإعادة ترتيب الوضع الأمني كله في قطاع غزة. لذلك يعني التحديات كبيرة، وانتهاء هذه المرحلة لا يعني بأي حال من الأحوال انتهاء الحرب، إلا في حالة واحدة: إذا قرر نتنياهو أنه بهذه المرحلة سيكتفي بالعمل العسكري ويذهب إلى الخيار السياسي الذي تطرحه الولايات المتحدة، المتمثل بالصفقة، بعملية سلام، وأيضا بعملية سلام إقليمية. وهذا تلقائيا سيوقف جبهة الشمال، سيدخلنا في مرحلة عنوانها سياسي تفاوضي، ولكن نتنياهو لا يبدي أي إشارات أنه يتجاوب مع هذا الحل. يعني وفقا لما تفضلت وذكرته، يعني يتم الحديث عن أن المستوى السياسي سيقرر ما إذا كانت جبهة القتال في غزة هي الأولوية أم لبنان، بالتالي ما الذي يفهم من هكذا كلام؟ الأولوية لأي جبهة؟ هذا سؤال استراتيجي، بمعنى عندما إسرائيل بدأت حربها على غزة قالت أن هذه هي الجبهة الرئيسية، القرار هو الذهاب إلى مواجهة وحرب، وضعت أهداف لهذه الحرب، وكل جبهة أخرى بما فيها الشمال هي جبهات ثانوية. ورغم كل ما حدث في الشهور الثمانية الماضية لم تحرف إسرائيل اتجاهها عن هذا التصور. التركيز أولا على غزة، إنهاء المعركة في غزة، ومن ثم يمكن معالجة كل القضايا. الآن وفي ظل تصاعد جبهة الشمال، إذا تمت استبدال هذا التصنيف واعتبرت أن الجبهة الشمالية هي جبهة رئيسية وأن جبهة غزة الآن أصبحت ثانوية بعد احتلال رفح وبعد استكمال احتلالها، هذا يعني أن احتمالات الحرب والمواجهة مع حزب الله وتوسيعها وبهدف طبعا استعادة السكان حتى أن حزب الله يعني يربط أي تطور على الجبهة بالحرب في غزة، ولذلك هذا يبكي. رغم هذا الطرح النظري أنه إمكانية استبدال الجبهات واعتبار هذه الجبهة هي الأولى وهي المركزية، تبقى جبهة غزة، لأنه رغم يعني كل ما يحدث على الشمال جبهة غزة هي التي حدث فيها 7 أكتوبر، وحركة حماس التي أحدثت هذا لا زالت قائمة، أيضا هناك 120 أسير إسرائيلي لا زالوا في غزة، ولذلك كيف تعلن عن جبهة أنها ثانوية وتنتقل لجبهة أخرى دون أن تنهي هذه القضايا؟ ولذلك أنا أستبعد أن يتم ذلك، وأعتقد أنه سيتم التركيز أيضا وللمرحلة القادمة على غزة، ولكن أيضا جبهة الشمال تفرض نفسها وكيفية التعامل معها، هناك حلول دبلوماسية، هناك جهود تبذل، ولكن أنا أعتقد لن يحل شيء قبل حل الجبهة الرئيسية وهي غزة.